صباح الخير بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم مثل ما تشوفون بعدني بالفراش، راح اصوركم. يلا بدينا العلسات. راح اصور لكم اجزاء من اليوم اللي اني امر بيه يوميا. هواي بنات طلبوها من عندي. فاليوم بعدني بالبيت الساعة 9:30. شلون راح اقعد وشلون راح اروح للشغل وبعدها وين اروح وين اجي، هاي كلها راح اصور لكم اياها ان شاء الله بنات. وراح اشارككم يومي كله لهذا اليوم من البداية الى ما ارجع للبيت. هنا بنات رتبت الجرباية شلون ما كان مثل ما احنا نقول، وراح افتح الشباك حتى شوية تتهوى الغرفة قبل ما اطلع. وهنا طبعا الكنتور صاير هوسة مثل ما تشوفون، هوسة زين. البس اطلع والبس وهذا، ويعني هواي شغلات. هنا طبعا هيجي يرى لي فد 10 ايام اقعد بس اعزل، فهذا هسه بنات. بما انه انا مسوي وجهي درمابن ما اقدر اخلي اي مكياج واي شيء، فراح اجا وقت هسه انه اعدل الكفشه مالتي. اليوم انا اللي اعدل الكفشه مالتي، راح اعدل شعري ووراها ابدل واطلع ان شاء الله. طبعا انا يوميا ما اتريق، للبنات اللي راح يقولوا لي هيك قول طلعتي وهذا، انا ما اتريق، ويعني مو لانه مسوي رجيم او شيء، انا اساسا جسمي ما ياخذ سمن، بس يعني ما اشتهي الصبح. انا دائما ورا الساعة 12 يلا اكل. اليوم بنات قررت البس فستان لان الجو كلش 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 حار اليوم، فالله يعيني اليوم وين راح اخلي الشسوار، بس ما يخالف لان الدنيا كلش كلش حارة. هاي المراية يمكن صار لهم 60 سنة ما منظفيها، وهيجي بدأ مشواري بنات. هاي راح أطلع اليوم وإن شاء الله خير يا ربي. طبعا هذول هنا يبيعون يعني يوميا يظلون قاعدين يبيعون حليب وبيض وهيجي سوالف، ما أدري يسمعوني لو لا. هسه راح اتصل علشان اقول اشوفها قعدت لو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنات وصلت المحل. تعرفون ليش انا مخلية هذا هيجي؟ على قد ما اضيع مفاتيح، يعني انا مشهورة بتضيع المفاتيح، فخليت هذا هنا. انا عندي جزدان صغير اخلي بيه اوراق مثلا فواتير اللي اوفيها او فد شي مات المحل ومات البيت، فهذا المفتاح اربطه هنا حتى لا يضيع، لانه هواية اضيع مفاتيح اني، وتعبت كلش من الاستنساخات. هيجي هاي الجنطة مالتي بيها شنو بيها بعد. طبعا صار يومين من بدلت الجنطة، كانت الجنطة مالتي مخزن هذا الجزدان مالتي اللي اشيله، اما هذاك فلا. اكيد لازم اشيل عطر بنات، عطر ومعطر وفرشة أسنان وهيك سوالف وقلم. المهم بنات أني يعني الجنطة مالتي لو فاتحت لكم إياها قبل ما خزن، تلقين بيها كلينس ومقص، و طبعا المحل كلش هو سيارة لتنظيف وترتيب، تلقين بيها كلينس ومقص وملقط وشنو بعد إنه يعني كلينس عادي، كلينس مرطب، كمامة،
حمرة مكياج أشكال ألوان تلقين بيها، فحبيت أبدلها لأنه كلش كلش صارت ثقيلة. هسه بنات راح أبدي بترتيب المحل لأن كلش هوسة مثل ما تشوفون عندي. هسه بنات يجون حتى يسوون تاتو، فراح أبدي الشغل على بين ما توصل الآنسة شنقول، لأنها هسه يلا طلعت من البيت. هالفراش هنا كلش صارت كلها شعر ولازمها تنظيف، يعني شوفوا هذا وهذه الثانية كلها لازم انظفها. يوم اللي صار عندي ازدحام بنات لازم يوميا انظف هذول الفرج، لانه ما يصير من شعر وحدة لوحدة، تقريبا كل اسبوع او كل 10 ايام اغسلهم غسل حتى يتعقمون، لانه اخاف من البنات اللي يعني واحدة مثلا عندها واهس او هيك شيء، فما اريد يعني ما اريد احد يقول لي هيك او هيك او فرجة نظيفة او وسخة او هيك، فدائما اني انظفهم قبل بوقت حتى لا حد يقول لي الفرج فيها شيء. طبعا البارحة كلش كلش كنت تعبانة وكانت زحمة فد مرة وتأخرت بالشغل وما لحقت كل شيء انظف. اساسا انا ما انظف يعني من اطلع انظف من اجي حتى شوية يصير عندي نشاط، لاني يعني كلش تعبانة. شفت البيت شلون نظفته؟ مو نظفته يعني شلون صفطت التربايه وهذا يعني انت من فوق اللي فوق. انا الي تنظيفي بالنسبه لي يعني البيت انظفه تنظيف اسبوعي، يعني تنظيف اسبوعي انظف البيت. واما بالنسبه للمطبخ فما يتوسخ زايد، لانه اذا ناكل او نشرب او نسوي شاي او قهوه، انا طبعا ما اشرب شاي بالمناسبه راسا، الا لو اغسلهم لو اخليهم بالغساله، فما يصير عندي بالمطبخ يعني هوايه ضغط. أكو بنات سألوني شلون ننظم حياتك وشلون هذا، زوجي وبنتي يوم الأحد، يعني إحنا هسه حاليا أساسا الأحد حضر، فاليوم أول يوم يعني بعد الحضر أول يوم ينفتح الحضر 1 تموز، فيعني كنا اليوم الأحد كلنا نقضيه بالبيت، يوم السبت همينة بالبيت. صديقاتي لما أروح عليهم أو يجون علي أو هذا، فيعني بدون أيام محددة، ما عندنا فد أيام محددة. اتصل عليهم اقول لهم انا بالباب في الحويج، الباب يتصلون علي نفس الشيء. مع انا ما عندي صديقات هواية، كم وحده يعني محددات، لانه بحكم شغلي يعني ما اقدر علاقاتي تكون كلش محدوده، لانه ما اقدر بصراحه التزم او هذا، ما عندي اي التزامات. الفرش الصغار دائما بنات استخدمها لون البدله مثلا من اريد اقلب البدله، او استخدمها للي شعرهم قصير حتى اللي من ورا، يعني القصات اللي نقصها او هي مثلا في شعرها قصير. هاي بدي اخذ دي ورا لحد طبعا احنا بشارع العراقيين كلها يعني يحكون صوتهم عالي ما شاء الله. هذا المشط بنات كلش كلش احبه، لانه اول ما فتحت المحل قبل 3 سنين او هاي السنه الرابعه تقريبا ما اعرف بالضبط، بس اول ما فتحت المحل هذا المشط اخذته واللي هسه عندي من هنا نقرم من هنا. شوفوا بنات نقرم من هنا ليش ما ادري. طبعا بنات همين الصالون احنا ننظفه تنظيف اسبوعي، لان ما نلحق ننظفه من نطلع، خصوصا كان عندنا حضر، يعني الحضر يبدا من وقت، فمع الاسف ما كنا نلحق ننظف الصالون تنظيف يومي، فلهذا السبب مثل ما تشوفون شوي شوي من فوق لفوق المسح، وبعدين بالاسبوع ننظفه تنظيفه كامله. هسه بنات راح اكمل الصالون وارجع وياكم. وهنا شنقول اجت؟ شنقول؟ هاي شنقول اجت؟ طبعا اكو فد فقره نسيت لا اسويها، انا لازم اشغل البخور كل يوميه، اعتقد باقيات عندي هذولا، فلازم اشغل اشوفكم شويه من البارة. شنقول شيء مربوطه كبيك مربوطه مليت اسري يوك مليت اسري وبك جور ما شكلت لا جاتهم بودا. شوفوا شلون سبب الميزان هنا كلهم تلفت حرامات. هنا طبعا بعد طعمًا هنا طبعا بعد ما خلصنا تنظيف، انا ما نظفت وياي، انا نظفت المحل. هنا بلشت جلسات التصوير مالتها اليوميه، يوميه طبعا
هواي بنات سألوني على الصالون اللي اشتغل بيه. هذا صالوني كلش صغير يعني على قد حالي، 3 كراسي، وهاي الديكور طبعا احنا سويناه انا وياها. وهنا مسلمات الشعر، وهنا غرفه صغيرونه نسوي بيها شغلات الخاصه للبنات. وهذا الصالون، هواي بنات يطلبون مني اسوي فلوج يعني عن حياتي وان اليوم اللي اقضيه، فانا اليوم حبيت اسوي لكم هذا الفلوج. بس كلش كلش يومي يمر بتعب، وصدقوني مدى الحق يعني على كل شيء، فالحمد لله والشكر. طبعا صالون كلش كلش صاير تعبان، يراد له صبغ ويراد له هواي تعديلات، بس صدقوني ما عندي مجال لهاي الاشياءات. ان شاء الله مفكره لقدام اكبر الصالون شويه، بس حاليا ما اقدر لانه عندي اساسيات لازم اكملها على مود جوجه، وبعدها الله كريم ان شاء الله. فهذا الصالون بنات الشغل اللي بشوفوه اللي بنشره لهذا كله طالع من هنا من هنا. اي بس بعد انتظر البنات يجون حتى عندهم جلسه حواجب تاتو. طبعا اذا قبلوا يصوروا راح اصور لكم الشغل. وهيك شيء ما كفاها اتصور داخل المحل، قاعده اتصور برا. تشوفون بتصور برا مو تعال صور. طبعا اجتنا هاي الزبونه اليوم قبل ام التاتو، راح نبدي بيها. شوفوا شعرها بنات كلش تعبان منها، راح اقصلها اياه اليوم شويه، وراح اسوي لها هايلايت وهيك شيء. هذا الشعر راح اسوي لكم اليوم الفيديو كلش طويل، بس تحملوه حتى تشوفون انه شلون راح نقصر وشلون راح نخصل وشلون راح نصبغ، حتى تستفادون من المعلومات اللي اعطيكم اياها وتقدرون انتو تسووها بالبيت. كأنه شعرش بيه دهن او هيك شيء؟ لا هذا مرطب ياخذ يعني شعرها من هذا الشعر بنات. هنا شنقل قاعد تسوي لنا سليفون، وراح نبدي المعارك. هنا بنات طبعا شعرها مزيت، هي غاسلته وجاية بس مخليت له زيت، راح نغسله لانه على مود الخصل تطلع عندنا نظيفة وحلوة لازم اغسله. لو كان الشعر ماتش يعني هو خلينا نقول مسابحة يومين ثلاثة عادي ماكو مشكلة، بس اذا مخليت له زيت لا افضل انه تغسلوه. هنا بنات بعد ما غسلنا الشعر لانه كان مزيت، مخليت له هي زيت او حمايه او هيك شيء بعد ما غسلته، فاني ما قدرت لازم اغسله لانه بالزيت ما يصير. مثل ما قلت لكم بنات اذا شعرك هو طبيعته انت صالك يومين او ثلاثه مسابحه عاده تجين تخصلين فوقه، بس اذا انت داهنته لا يفضل انه تغسليه. المهم بنات بديت اخذ الخصل، مثل ما تشوفوها خصل وسط، لا هي رفيعه ولا هي ثخينه، حتى يطلع عندنا الهايلايت شويه مرتب ونخفي به هاي الالوان اللي موجوده بشعرها. اليوم الهايلايت مالتنا راح يكون رصاصه على شقارات، يعني اشقر رصاصه تقريبا. طبعا اللون كلش طلع حلو بنات. مثل ما تشوفون اخذت خصل خصل، راح امشي على الشعر كله بهالطريقه. بنات اذا شعرك كان بهاللون عادي تقدرين بدون ما تصبغيه بدون ما توحدين لونه تبدين تسوين الهايلايت او الخصل او الميش او يعني اي نوع من الشقارات. ما مجبورة انت اليوم توحدين لون شعرك يلا تجين تخصلين. مثل ما تشوفون عندنا الشعر بيه كذا لون، يعني عندنا اشقر، عندنا بني، وعندنا بني غامق. فاحنا اليوم ايش راح نسوي بهالطريقة، نيجي نخصل ونحاول نضيع الالوان اللي موجوده بالشعر. بنات اليوم ما طلعت لكم الاكسجين والبلوندر اللي استخدمته، لانه كالعاده استخدمت اكسجين 20 وبلوندر ازرق، وشويه خليت حمام زيتي ويا الخلطه حتى لا يتعب شعرها بزياده. طبعا بنات دائما بالقصر او بالتخصيل اقول لكم تخلون اكسجين 20 حتى لا يتعب الشعر. فاحنا اليوم وصلنا الشعر لدرجه قصر كلش حلوه، وصبغنا فوقها والشعر ما تعب واللون طلع كلش كلش حلو خرافي اللون يعني. فاللي اتمنى من عندكم انه ما تخربون شعركم، وكالعاده نصائحي اللي ما تخلصون من عندها لا تخربون شعركم لا تخربون شعركم لا تخربون شعركم.
طبعا بنات سرعت الفيديو حتى لا يكون ممل وحتى تشوفوه كله، ولو ادري بكم ما راح تشوفوه كله، بس المهم حتى ما اضيع عليكم ولا فقرة من اللي سويتهم. المهم بنات، هذا كان اليوم التحصيل مالتنا. اتمنى بنات تستفادون من الفيديو مالتنا لليوم. طبعا هنا كلش تعبت شوية اني استلمها، شوية شنقول تستلمها. ما شاء الله شعرها من لزمنات كان خفيف، ما مبين عليها الثخن، بس كلش كلش تعبنا لانه هم بي الوان وهمينه صابغته هي بني غامق او هيجي لون، محاوله توحد لونه فما متوحد عدها، فلجأنا لهاي الطريقه وهمينه قبل العيد حتى تحصل على لون حلو. بهالطريقه بنات راح اكمل الشعر كله. تحاولون انه تاخذون الخصل بانتظام، يعني اللي من يم الاذان من يم الاذان، واللي من ورا من ورا، مثل ما اني هسه يعني مقسمه الشعر. فوهيج بنات هسه خلصنا هاي الزبونه، راح نخليها تنتظر ونرجع على الزبونه الثانيه اللي راح نسوي حواجبها تاتو. بنات هاي البنوتة حواجبها مثل ما تشوفوها، تريد تغير الرسمة مالتهم، وطبعا بالبداية لازم ننظف الحاجب وبعدها نبدي بالخطوات الباقية. راح استخدم هذا القلم همينه، وراح استخدم هاي الشفرة والمخدر اللي دائما استخدمه بالدرمابن طبعا، والحبر همينه اللي انا متعودة استخدمه. بنات هم انا راح اخلي لكم الفيديو اللي انا مشتغلة به الحواجب حتى تشوفوه. هنا طبعا بنات رسمت الحاجب حسب طلب الزبونة شلون كانت تريده. نرسم الحاجب ونحدده، اهم شي لازم يكون الرسمة تقريبا مقاربة لشكل حاجبها، حتى لانه احنا راح نرسم شعر وما يصير فد شي مبالغ بيه. هنا بنات طبعا شغل ما صورت لكم اياه، بس صورت لكم النتيجة، طبعا كلش طلع حاجبها حلو. هنا الحاجب يبين عندنا اسود، ياخذ لفترة 10 ايام الى اسبوع لحد ما يقشر الحاجب ويطيب تماما ويرجع طبيعي وكأنه ما مسويت له شيء، يعني يبينون الخطوط مالت الرسم اللي احنا رسمناها على شكل شعرة شعرة، ويبين شيء حلو ومو اوفر. طبعا انا قلت لكم بهواية فيديوهات انا ما احب يعني الشغلة اللي نسويها تكون مبينة كلش، فهنا البنوتة هي حابة تغير وسوينا لها هذا اللوك مالت الحواجب. اتمنى بنات يكون عجبكم الشغل مالت الحاجب همينة، طبعا طلع كلش حلو وهادئ وخفيف ولطيف ولا كأنه مسوي شيء. طبعا هو قلت لكم يتقشر، فهذا شغل التاتو لليوم همينه اشتغلناه ويا هذه الزبونه، ومن غيره اشتغلنا حفافات وهيك سوالف، فانا اليوم كلش 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 تعبت. راح نكمل الشعر هسه، نرجع على الشعر. طبعا بنات الخلطه مالت الصبغه راح اخلي لكم اياها بتعليق مثبت. هاي النتيجه الاخيره بنات للشعر، اتمنى يكون عجبكم الفيديو للحواجب وللشعر. اتمنى يكون عجبكم اللون، اذا عجبتكم الالوان كتبوا لي بالتعليقات. طبعا بنات البنين انا يعني انصدمت بشكل شعرها، الحمد لله كلش حبته. طبعا هنا همينه بعد ما كملنا الشغل اجينا للقاعه للجيم، انا مسجله بجيم. هسه تقولوا لي من سمنك حتى تسجلين بالجيم؟ لا انا مو سمينه حتى مسجله بالجيم، بس شويه نشاط وشويه خلينا نقول نبني عضل ممكن نحتاج. فهذا الفيديو مالتنا لليوم بنات، وهسه طبعا اكيد راح نرجع للبيت. وهسه بنات طبعا اجيت للبيت، بعدني جوجه ما شفتها، وبس بدلت وقعدت شوية حتى اشوف التعليقات ايش صاير مصاير الامة محترقة، لانه كنت بالمحل شي اجاوب شي ما اجاوب، يعني شوية اليوم كان كلش تعب. فهسه شوية راح اجاوب التعليقات وبعدها اروح على جوجه وتبدي عاد حفلة العشاء وقبل النوم، والساعة 11 لو 12 يلا ننام، يعني حسب جوجة ايمتى تنومنا. فهذا يومي بنات، احبكم هواية، ان شاء الله يا ربي ما كان الفيديو مالتنا اليوم ممل. طبعا انا ما احب اسوي فلوقات، بس بناء على طلب كم بنية قالوا انه سوي لنا عن حياتك شلون نظم حياتك، انا هذه حياتي، الصبح رحت للشغل
بعدها رحت للقاعه شويه، هسه رجعت راح اجاوب شويه تعليقات، وراها اروح العب ويا جوجه شويه لحد ما يصير العشاء. وهيجي هاي حياتي يعني، واحبكم هاي بنات، واشوفكم بالفيديوهات الجايه. بالنسبه للحواجب والشعر اللي اشتغلناه اليوم، راح اخلي لكم بتعليق مثبت شنو استخدمت مواد، بس انا صورته اليوم كفلوج، ما صورته كفيديو تعليمي. مع هذا راح اخلي لكم المواد اللي استخدمتها، وان شاء الله يا رب تستفادون. احبكم هواي، واشوفكم بالفيديوهات الجايه ان شاء الله.